إذا حملت المرأة ولديها ولديها الطفل الصغير يتجاوز الشهرين والثالث وهو دون السنة العشر خافت عليه من الضرر والجوع والضرر والخطاب أن تسقط حملها قبل أن ينفخ فيها الروح وذلك قبل الشهر الرابع وهل يصح بأنها حنا ما بين أختي إلا أنه لا مانع للمعالجة إذا عاده في 40 اليوم بعد 40 اليوم يصير عند العلماء الآخرين الذي قالوا لا مانع حتى ينفخ لها الروح في بعد 120 يوم أنا من الدليل رابعا إذا مسح الرجل على العمامة في الوضوء ثم نقضها باق منها أو أخذ نزعها منه أو انتزعت من نفسها فهل يبطل الوضوء وإذا كان في صلاة يعيدها أيمسح على الإمامة أنا ما قد عرفش أنني أمسح على الإمام وحدها لكن أمسح على الرأس فقط أو على الإمام والرأس أما الإمام وحدها ما قد مسحت ولا أمسح ما حكم الجمع في الصلاة في أثناء المظل وهل يشرط إذا كان جازا أي شروط هل لها شروط ما أمسح لها شروط رخصة وليست بسنة من أراد أن يعمل بها فلا حرج ومن أراد أن يراعي لهما يدخل الوقت فيصلي فهو أفضل من الظروف العادية والتي لم يرد الشرع في الجوال كما يفعل الكثير اليوم من على مذهب الهاتوية وهل مذهب الهاتوية والهاتوية جواز الجمع كما في السورة المعلومة اليوم يصلي الظهر ثم العصر بسورة الدائمة المذهب الهادوي يقول أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر إلا لمن كان مشغولا بطاعة كالمدرس أو مباح أو مشغولا بمباح ينقصها التوقيت الشاقي العامل في البناء إذا وقعت ينقص الأجر حتى اليوم والموظف إذا خرج يصلي في ذلك الوقت يدعون قسطة أو بعض قسطة الإمام المهدي وهو أكبر إمام هادوي يقول في الأذهان لأنه يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر لمن كان مشغولا بطاعة أو مباح ينقصها التوقيت أما غير فلا أما السياغي مؤلف الروض النظيم شرع مجموع الإمام زيد بن علي فقد قال أنه يجوز بلا قيد ولا شرط هكذا جعل مذهب زيد بن علي أنه بلا قيد ولا شرط إلا في يوم الجمعة فالسياغي قال لا يجوز لأنه بالصح أصبح شعار للزيدية أمام الفرق الآخر فلا ينبغي أن يجمعوا فيها بل يتفرقوا ولو أرادوا يجمعوا في مساجد أخرى مش جماعة بعد صلاة الجمعة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله واحد يصيح عاش وهم يتلافوا كأنهم كل واحد يشتي يطلق لنفسه الحرية لا عاد يتوضاش من الثانية يحوشوا ويصلوا بعده الله أكبر وهم يصيحون بعده إلى حد مروا والناس طرحوا العفو وحديتهم ورصفوا تجاه الإمام والإمام في وسط الصوحة في وسط الجامع وهم في الجرح لو أخذي واحد قلع قلع قلو الإمام وسط الصوحة مرتوك تقدمتوا في أول الجرح هذا الوقت من ذهب إلى عدد الثاني ووقتها حين يستيقظ أو يذكرها إجماعا قال العلماء وقتها حين يذكرها أجمع العلماء على أن وقتها حينما يذكرها يستيقظ من النوم ولكنهم اختلفوا هل سمى أداء أو راقبة
طرابلسي، هل نسميها أداء أو نسميها قبر؟ لا يضرنا، سواء سميناها بألف ودال وألف أو سميناها كاف وضاد وألف، المهم أنهم يجمعون على أنه معذور وأن عليه أن يبادر بالقبر. وفيها أن سنن الرواتب تقضى لأن النبي قضى الركعتين كما تقضى الفرائض، وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الفجر معها وقضى سنة الظهر وحدها، وكان هديه صلى الله عليه وسلم قضى سنن الرواتب مع الفرائض. وفيها أن الفائدة يؤذن لها ويباع، لكن قال العلماء لما قد كان الأذى وإشعار بدخول الوقت والوقت قد دخل فلا بان أنه يؤذن ندبا لا وجوبا، ويكون بصوت هادئ يسمعه المصلون لا غيره. فإن في بعض طرق هذه القصادة أمر بلالا فنادى بالصلاة، في بعضها فأمر بلالا فأذن وأذى، ذكره أبو داود. وفيها قضاء الفائتة الجماعة، وفيها قضاءها على الموت بقوله فليصليها إذا ذكرها، والفاتة تدل على التعجيل والفورية، وإنما أخذها عن مكانة مع الرسل قليلا لكونه مكانا فيه شيطان، فارتحل إلى مكان خير منه، وذلك لا يفوتك بادر إلى القضاء، فإنهم في شغل الصلاة وشأنها. وفيها تنبيه على اجتناب الصلاة في أمكنة الشيطان الحمام والحش بطريق الأولى، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الوادي قد سكن فيه الشيطان، فبالأولى والأحرى الشوش والحمامات والمحلات التي لا تستمر فيها الا الشياطين، فان هذه المنازل التي يهوي اليها منازله التي يهوي اليها ويشكرها. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ترك المبادره الى الصلاه في ذلك الوادي وقال النبي شيطانا فبطل الدماء والشيطان وبيته حاصل، ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رق المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم إياها من النخيل حين صار لهم خيبر مال ونخيل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقب بأن الأنصار أهل المدينة يمنحوا المهاجرين الغرباء الذين تركوا ديارهم في مكة حبا في الهجرة، يمنحها يعني يعطي يبقى يأكل منها ويسقيها حال سمى منحة يعني عطية، ما قد يستملك لشجرة ولا إجارة ولكنها عطية. لما رجعوا قد أصبحوا أغنياء رد كل مهاجر ما عنده من المنح إلى الأنصار، فكانت أم سليم وهي أم أنس بن مالك أعطت رسول الله صلى الله عليه وسلم حذقا فأعطاهن أم أيمن مولاته وهي أم أسامة بن زيد، فردت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سليم حذاقها وأعطى أم أيمن مكانهن من حائضه مكان كل عتق عشرة. فاصل، وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد مقدمه من خيبر إلى جوة، وبعث في خلال ذلك السرايا، فمنها سرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى نجد جبل بني فزارة، ومعه سلمة بن الأكوع فوقع في سامه جارية حسنة فاستوى بها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاد بها أسرى من المسلمين كانوا بمكة، ومنها سرية عمر بن الخطاب
رضي الله عنه في 30 راكبا نعلى واد فجاءهم الخبر فهربوا وجاءوا حالهم فلم يلق منهم احد فانصرف راجعا الى المدينه فقال له الدليل هل لك في جمع من خدعه جاءوا سائرين وقد انتبت بلادهم فقال عمر لم يامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ولم يعرض لهم كبائر خدعان من كبائر عسي تابعه لليمن ومنها سريه عبد الله بن رواحه في 30 راكبا فيهم عبد الله بن أنيس الى يسير بن رزام اليهودي فانه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يجمع غضبان يغدو بهم فاتوا بخيبر فقالوا ارسلنا اليك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعملك على خيبر ولم يزالوا حتى تبعهم في 30 رجلا مع كل رجل منهم رتيب من المسلمين فلما بلغوا كركل اثنيا وهي من خيبر على استعمال ندم يسي فاوى بيده الى سيف عبد الله بن أنيس فاطن له عبد الله بن أنيس فزجل بعيره ثم اقتحم عن البعير يسوق القول حتى اذا استنكر من يسي غرب رجله فقطعها واقتحم يسي وفي يده مخرج من شرحة المخرج والمخرج عصا معوجة الراس كالصولجة والشرحة ظلم من شجر الجبال تتخذ من خلق شيء. اي شرحة. فضرب به وجه عبد الله وزجه ماموما فانكبها كل رجل من المسلمين على رديفه فقتله غير رجل من اليهود اعجزهم شدا ولم يصب من المسلمين احد وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فابا سكا في شجد عبد الله بن أنيس فلم تجع اي لم يخرج منها غصب وقيح ولم تؤذه حتى مات ومنها سرية بشير بن سعد الانصاري الى بني برقه بفتك في 30 رجلا فخرج اليهم فلقي العاشا فاشتاق الشاه والنعم ورجع الى المدينه فادرك الطلب عند الليل فبادوا يرمونهم في النبل حتى بني النبل بشير واصحابه فولى منهم من ولى واصيب منهم من اصيب وقاتل بشير قتالا شديدا ورجع القوم من عامهم وشائهم وسحاب البشير حتى انتهى الى بدك فاقام عند يهود حتى برئت جراحه فرجع الى المدينه ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية الى الحركه من جهينه بضم الحافظ والحراس الى الحركه سمي الحركه لانه احرق الرمل بالقتل فبالغ في ذلك شتهم شت القبيله وفيهم اسامه بن زيد فلما دنا منهم بعث الامير الطرائع فلما رجعوا بخبرهم اكبر حتى اذا دنا منهم ليلا وقد احتلفوا وهدروا قام حمد الله واثنى عليه بما وعلوا ثم قال اوصيكم بتقوى الله وحده لا شريك له وان تطيعوني ولا تعصوني ولا تخالفوا امري فانه لا راي لمن لا يطاع ثم رتبهم وقال يا فلان انت وفلان ويا فلان انت وفلان لا يفارق كل واحد منكما صاحبه وزميله واياكم ان يرجع احد منكم فاقول اين صاحبك فيقول لا ادري فاذا كبرت فكبروا وجدت السيوف ثم كبروا ثم كبروا وحملوا حمل واحد واحاطوا بالقوم واخذتهم سيوف الله فهم يضعونها منهم حيث ساووا شعارهم امت وخرج اسامه في اثر رجل منهم يقال له برداس بن نهي فلما دنا منه ورحمه بالسيف قال اي هذا الغلط قال برداس بن نهي قال لا اله الا الله فقتله اسامه ثم استاق الشاه والنعام والذريه وقال سلمان عجلان عراق
كل رجل أوعدها من النعم. فلما كتبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بما صنع أسامة فكبر ذلك عليه أي على النبي وقال أكفلته بعدما قال لا إله إلا الله فقال إنما قالها متعوذا قال فهل لا شككت عن قلبه حتى تعرف أنه أخلص في شهادته وأنه مسلم ثم قال من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة فما زال يكرر ذلك على حتى تمنى أن يكون أسلم يومئذ لأن الإسلام يجب بما قبله فتمنى أنه عاد يسلم في تلك اللحظة وقال يا رسول الله أعطي لها عهدا ألا أكون رجلا يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدي فقال أسامه بعدك ولهذا أن أسامه ابن زيد حينما ضربه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقاتل معه ضد معاوية رفض وقال أنا عهدت النبي أنني لا أقاتل مسلما ففي هذا دليل على أن الشريعة على الظاهر وأن الله يتولى الشرائع وقد جاء في بعض الكتب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن نحكم بالظاهر والله يتولى الشرائع وهذا غير صحيح لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن نحكم بالظاهر والله يتولى الشرائع لكن الفقهاء عملوا حديث قاعدة يقولوا فيها الشريعة على الظاهر والله يتولى السرائر أما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشريعة على الظاهر فلا لكنها قاعدة شرعية معمول بها ولها أدلة تدل على هذا المعنى الحديث الأول الدال على هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل فتشت عن سويداء قلبه أو هل لا فتشت عن سويداء قلبه حتى تعرف هل هو مخلص أو قالها خوفا من السيف الدليل الثاني